قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول أخ السائل: شجرة ليمون امتدت جذورها حتى وصلت إلى مصرف نجاسات، وتغير ثمرها عما كانت عليه من قبل، فما حكم ثمر الليمون؟ ثمر الليمون حلال، وإن تغير طعمه وأنفته النفس فلك أن تأنفه، لكن من غير تحريم. فكثير من البلاد كانت ولا تزال تغذي الأرض بالأسمدة العضوية، وهنا تحدث عملية الاستحالة بمعنى التحول. فتحولت الأسمدة العضوية لما اختلطت بالأرض، وكذلك لما دخلت النباتات، فمن ناحية الحل هي حلال، لكن كونك لم تستطعمها هذا يرجع إليك. امرأة والعياذ بالله فعلت الفاحشة وكانت متزوجة، وذلك قبل 25 سنة، فأنجبت ابنة ربها الزوج وتابت المرأة، وهي مريضة وعلى مشارف الوفاة، فماذا تفعل؟ يعني ألحقت بالزوج، إن كان الزوج عاشرها والآخر عاشرها في المدة التي فيها الزوج عاشرها، فالولد للفراش وللعاير الحجر، فيحكم بأن الولد للفراش إذا كان كلاهما عاشرها في نفس التوقيت الذي حملت فيه. أما إذا كان الزوج غائبا مثلا وحملت وهي موقنة تمام اليقين أن البنت ليست بابنته، تخبره أو تكتب وصية له بذلك إذا أرادت أن تستر على نفسها، والله أعلم. يقول: أنا شاب من الله علي بالاستقامة، وأشعر بالغربة عن أصدقائي، وأشعر بالخوف من الموت ومن عذاب الله. كل شيء جعل الله له قدرا، فالحمد لله كثيرون يخافون عذاب الله سبحانه، ولكن توابع هذا الخوف ينظر فيها. إن أورثك الخوف تكاسلا عن عمل الصالحات أو انشغالاً عن أعمال البر أو همّاً ونكداً، فهذا يذم وتكون قد تجاوزت الحد المسموح به في هذا الباب. إنما إذا كان الخوف يحملك على عمل الطاعات وعمل الخيرات فلا ضير عليك، فانظر إلى حالك، هل أنت في حيز كما يقولون، حيز المعقول، أم أن الحال انقلب معك إلى مرض والعياذ بالله؟ هل ملك الموت الذي يقبض أرواح بني آدم هو نفسه الذي يقبض أرواح باقي الخلائق؟ لا، ما الذي يضيرك؟ لكن عموما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فوكل بنا ملك موت، هل هو غيره أم لا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، واحرص على ما ينفعك. يقول: نراكم تقنطون في الفجر والعشاء، مع أن النبي، مع حديث أنس، قنط رسول الله شهرا، فلما خصصتم الفجر والعشاء وليس في كل الصلوات؟ أحيانا نقنط في الظهر، ولكن وإن خصصنا بعض الصلوات فالتخصيص ليس بممتنع،
بل حديث أنس الذي ذكره الأخ كان تخصيصاً للفجر بالقنوت. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. في حديث أنس نفسه المحتج به لم يكن في كل الصلوات. فإن شئت قنت فجراً، إن شئت قنت ظهراً، إن شئت قنت في الصلوات كلها، إن شئت خصصت بعضها، فكل ذلك جائز. وجاءت به الأخبار آثاراً أو أحاديث قبل الآثار. والذي نرى أن البلاد في فتنة وأننا في محنة والمسلمون في كرب شديد على مستوى العالم، لعله ثم أمور تخفى على البعض ويدركها الآخرون من أن هناك مكايد للإسلام عموماً على مستوى العالم كله للنيل من الإسلام ولانتهاك حوزة الدين وحرمة الدين. فأعذرونا فيا للنوازل. بارك الله فيكم، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، الدعاء يستحب في النوازل، في النوازل مش بس يعني في أوقات غير النوازل، إن فعل أحيانا. كيف نعرف الابتلاء؟ كيف نميز أنه ابتلاء أو عقوبة؟ تميزه بحالك العامة، يعني إذا كنت الحمد لله رجلا صالحا مستقيما على طاعة الله ورسوله وحل بك بلاء شديد، في الغالب طبعا تقدم استغفار وتوبة، لكن في الغالب يكون ابتلاء ليعلم هل أنت صابر أم لست بصابر ولرفعة الدرجات. أما إن كنت مسرفا على نفسك وحل بك بلاء فهذا لإرجاعك، لإرجاعك عن غيك، فأنت تستطيع بإذن الله أن تقيم نفسك إلى حد كبير. هل يجوز لشخص أن يحج عن غيره وهو حي؟ نعم، يجوز لشخص أن يحج عن غيره وهو حي، لكن إن كان الذي سيحج عنه سيحج عنه أحسنت سيحج عنه قادرا على الحج لا تجزئ، هذه عن حجة الفريضة. أما إن كان عاجزا عجزا تاما عن الحج تجزئ عن الفريضة، لحديث يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال حجي عنه. نعم، هل يشترط أن يكون حج عن نفسه؟ يستحب فقط، أما كاشتراط لا. لبيك عن شبرمة ابتداء فيه بعض النزاع في صحته وضعفه، ولكنه على سبيل الاستحباب فقط. يقول رجل صلى في مسجد فيه قبر، هل تلزمه الإعادة إذا كان مضطرا؟ رأى عمر رجلا يصلي، رأى عمر أنسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، ولم يأمره بالإعادة. خرج البخاري معلقا وذكر الحافظ هناك من وصله. الحجوزات كما سبق التنبيه عليها لا اعتبار للحجوزات إلا الذي ذهب يتوضأ ويرجع، أما الذي يترك دفترا في المسجد ويذهب لأمه أو لزوجته يتغدى ويرجع والدفتر حاجز لا اعتبار لذلك وينحى الدفتر. بارك الله فيك. يقول ما حكم رفع الإصبع عند حمل الجنازة على الأكتاف؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا، لكن ورد أن ابن عباس عند البياقي في غير صلاة أنه كان يقول لا إله إلا الله ويشير بإصبعه يقول علامة التوحيد، علامة التوحيد. إذا فعل شخص ذلك فعن رسول الله لا أعلم شيئا، لكن إن قال شخص لا إله إلا الله
فابن عباس كان يصنع ذلك من غير تقييد أيضا بجنازة ولا نحوها، والله أعلم. يقول: أحيانا يحتاج الأخ المعلم لأحكام التجويد أن يكتب في هامش المصحف بعض التعليقات، وقر كتاب الله لا تفعل. يقول: حديث من صلى 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ضعيف. ما حكم استخدام خاتم السبحة؟ الأولى أن تسبح على الأصابع، إن عجزت عن ضبط الأعداد فلك أن تسبح بخاتم السبحة. يقول: نراكم تنزلون بالركبة، هل معنى هذا تضعيف لفظة فليرفع يديه فليضع يديه قبل ركبتيه؟ كل الأحاديث التي وردت في الباب ضعيف. حديث النزول بالركبتين ضعيف، وحديث النزول باليدين ضعيف. ومن العجيب أن فريقا من أن بعض أهل العلم ألف رسالة ينتصر للنزول بالركبتين، وآخر ألف رسالة ينتصر للنزول باليدين، وكلا الحديثين ضعيف. ومن ثم ما العمل إذا كان الحديثان ضعيفين؟ بحثنا عن آثار الصحابة رضي الله عنهم، فورد أثر عن عمر، وأمثل ما ورد في الباب أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وبه أخذ جمهور العلماء، فجمهور العلماء على تقديم النزول بالركبتين على اليدين لأثر عمر أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. والأحاديث كما قلت المرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها ضعيفة لا تثبت، والجمهور على ما ذكرت، والله أعلم. يقول: هل يجوز طرد أولادي من البيت إذا كانوا على معصية مع العلم أنهم بلغوا، كحلق اللحية مثلا؟ لا، الطرد ينظر في الطرد إلى المصلحة والمفسدة، فإن كنت إذا طردت الابن سيتجه إلى أصدقاء سوء ويحتسي المخدرات ويرتكب محرمات، فطبعا عدم الطرد والإبقاء مع التقويم أولى، وهذا الأفضل. الطرد مثلا لا يكون إلا كعقوبة، وأنت تعلم أنه سيكون في مأمن، في مأمن إذا يذهب إلى جدته، يذهب إلى خالته، يكون الطرد مؤثرا فيه، فإذا وجدت له تأثيرا فيه فحينئذ يستعمل، وإلا فبحسب المسائل، والله أعلم. نعم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أغلبي. لكن تعرف أن الأنبياء كان مرضهم ضعف مرض الآخرين، وتعرف أن أيوب ابتلي وكان ابتلاؤه لرفع درجته، فهي أمور أغلبية. حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور في الصحيحين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.